أصحابه وأنصاره وعلى من صار على نهجه واتبع هداه. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا ولا لأنفسنا، بل خالصة مخلصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. اللهم ثقل بها الموازين، وارفع بها الدرجات، واجعلنا يا رب العالمين بهذه الأعمال مع النبيين والمصطفين والأخيار في جنات النعيم، اللهم آمين. اليوم المحاضرة الثانية في مقدمات ضرورية عن الفقه الإسلامي. من قبل أن نتكلم في الفقه الإسلامي، لابد أن نتكلم على الفقه، تعريفه وخصائص الفقه. إن شاء الله نتكلم على التعريف والخصائص فقط في هذه المحاضرة وهذا المجلس. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن بعض الأمور الموجزة على فقهاء المذاهب ومراتب الفقهاء وكتب الفقه، وإيه الإصطلاحات الفقهية التي يستخدمها الفقهاء والمؤلفين في المذاهب، وإيه أسباب اختلاف الفقهاء، وإيه الضوابط الشرعية، حتى نأخذ بالأيسر من جميع المذاهب. احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، قلنا عنه اسمه التلفيق، مش كده؟ الأول، ما معنى الفقه اللي نتكلم عنه النهاردة؟ نتكلم على أمرين: معنى الفقه، وما خصائص الفقه، وما خصائص أهم ما يميز الفقه الإسلامي. الفقه في اللغة هو الفهم، هو الفهم. فقه فلان هذه العبارة يعني إيه؟ فهمها. قال ربنا في القرآن حكاية على قوم شعيب، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. احنا مش فاهمين عليك، ممكن توضح لنا الكلام عشان نفهم؟ وقال سبحانه وتعالى على الكافرين وهم يحاجون المسلمين، قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون يفقهون حديثا. وفي السنة النبوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين. والفهم هذا نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى. تذكرون القضية التي حدثت بين راعي أغنام كان يمشي في الطريق، ثم عادت أغنامه على زرع لأحد الناس الذي يملك أرض زراعية، فأكلت ذلك الزرع. فجاء الفلاح هذا يشتكي إلى نبي الله داود، وحكم نبي الله داود حكم معين. لكن عندما خرجوا قابله سليمان، قابلهم ثم قصوا عليه القصة، فدخل على أبيه وعرض عليه حلا آخر، إن صاحب الزرع يأخذ الأغنام لمدة عام ينتفع بلبنها وبصغارها وبيصوفها، وهذا صاحب الأغنام يأخذ الأرض ويعيد زراعتها مرة أخرى حتى تعود إلى ما كان عليه. فاستحسنه داود وأفتى بذلك عليهما الصلاة والسلام الاثنين. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن إيه؟ ففهمناها سليمان. الفهم هذا نعمة كبيرة جدا. في ناس بتحفظ فقط، لكن الفهم ده نعمة كبيرة، اللي هو العمق في مقاصد الشريعة والذي يكون في الفقه الإسلامي. هذا التعريف في اللغة. أي علم من العلوم بتعرف الكلمة الأول يعني فقه في اللغة هو الفهم. في الاصطلاح يعني العلماء الخاصين بهذا العلم لهم تعريف معين. في الاصطلاح الشرعي، الإمام أبو حنيفة هو أول إمام يضع قواعد للفقه، لذلك هو أول من سبق في تعريف علم الفقه. وإلا قبل ذلك كان العلم اسمه علم الفقه، اللي هو الفهم العام للإسلام، لا يدخل تحته علم العقيدة وعلم النفوس والتزكية وكذلك العبادات وكذلك المعاملات، اللي هو الفقه والديات والجنايات وما إلى ذلك. عرف أبو حنيفة تعريف برضو واسع كده في زمن، لأن الفقه لم يستقل في ذلك الزمن. قال: هي معرفة النفس، هو معرفة النفس ما لها وما عليها.
معرفة النفس ما لها وما عليها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن يدرك الجزئيات، يعني كل حكم، كل أمر يمر عليك لكن بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان الإنسان يدرك، الإدراك ده شيء عظيم في القرآن الكريم. الناس ربنا يقول إيه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إحنا عارفين أن ربنا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليه أسماء الحسنى عارفين. لكن حد يدرك الله سبحانه وتعالى؟ لا. الإدراك دي يعرفها من ربنا سبحانه وتعالى. أضرب لك مثال في الإدراك. إحنا قاعدين في الدرس، واحد واقف على الباب فشاف المكتب وشاف الشيخ اللي بيتكلم وشاف حضراتكم هيقول في درس، طالما مش كده وخلاص، ده اسمه ايه؟ اسمه رأى او شاهد، مظبوط. انما واحد تاني واقف وسمع وانا عارف الشيخ ده اسمه فلان وبيدرس الفقه، وانا اعرف الدرس اللي بيقوله ده في المقدمات الضروريه في الفقه الاسلامي، وعارف اخونا اسمه ايه وعمره كام ومتجوز ولا مش متجوز وعنده اولاد ولا ما عندوش اولاد ومتخرج منين، واخونا كذلك واخونا كذلك واخونا كذلك واخونا كذلك، كل الإخوة اللي قاعدين، وعارف المسجد ده اشتروه امتى وجابوه امتى وبيدفعوا عليه البلات قد ايه وبيعملوا، اسمه ايه؟ اسمه الادراك. الادراك يعني ايه؟ معرفة الديتيلز، يعني التفاصيل. معرفة الديتيلز والتفاصيل دي محتاجة ايه؟ محتاجة ملكة، مش كده؟ لو انت شغال في شغلانة لسه بتتعلمها اول يوم، مثلا بتعلم مثلا الطبيخ، مثلا الطبيب بيتعلم الطبيخ اول مره، هتشوف المعلم بتاعك بيعمل ازاي، مش كده؟ تاني مره هتتجرأ وتمسك الحلاليه، تالت مره هتقطع الحاجات معاه، رابع مره هتحط الاشياء وتساله عن المقادير اللي بيحطها في الايه البهارات، وبعد كده هيبدا ايه تشتغل وانت خايف. بعد كده بعد 5-6 سنين خلاص بقيت ايه؟ شيف كبير بقى ما شاء الله، يعني بتعمل حاجات وانت مغمض، مش كده؟ اهو ده الفقه. الفقه ما ينفعش واحد يقرا كتاب يقول انا فقيه، ما ينفعش. لا، دي ملكه محتاجه ايه؟ تتبع القواعد مره بعد مره اخرى، مره بعد مره ايه اخرى. ولذلك احنا بنقول للناس دايما اللي عايز يتعلم الفقه ما يقراش كتاب، انما يلازم شيخ، يلازم زي ظله، زي ظله يتعلم منه كيف بيفتي، كيف بيفتي مع العلم. تعريف الإمام أبو حنيفة اللي هو معرفة النفس ما لها وما عليها، هذا تعريف عام، تعريف إيه؟ عام كبير أوي، بيشمل أحكام الاعتقاد زي وجوب الإيمان بالله، الوجدانيات زي الزهد والأخلاق والتصوف. والتصوف ليس كله منكرا، إنما فيه التصوف السني، التصوف القائم على كتاب الله وسنة رسول الله، وليس فيه انحراف ولا بدعة، ليس فيه انحراف ولا بدعة لعملية التزكية. وهذه مهمة من مهام الأنبياء. إبراهيم عليه السلام لما دعا ربنا قال ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، أخر التزكية. لما ربنا رد عليه في الربع اللي بعديه قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، ويزكيكم ويعلمكم. بعد كده بقى السكيلز بتاعت العلم تيجي بعد كده، الكتابة والحكمة. هكذا الايه، هكذا ربنا سبحانه وتعالى بينبه على ذلك الايه العلم. والعمليات كالصلاه والصوم والبيع، معنى كده ان تعريف الامام ابو حنيفه هو تعريف الفقه الاكبر، يعني الفهم الشامل لكل شريعه الاسلام، وليس الفقه المتخصص بتاع الايه الاحكام، انما الفهم الشامل. وهذا الامر مدعاه ليه؟ لم يكن الفقه آنذاك قد استقل، إنما الفقه كان معناه إيه؟ تتكلم في الدين، تتكلم في اللغة، تتكلم في العقيدة، تتكلم في العبادات، تتكلم في المعاملات، تتكلم في الزهد وفي التزكية، في كل شيء، في كل شيء اسمه إيه؟ الفقه. لم يكن الفقه مستقلا، لذلك كان التعريف الإمام أبو حنيفة تعريف إيه؟ مطلق، مطلق. لكن بعد كده تلامذة الإمام أبو حنيفة الاثنين اللي هو أبو يوسف وأبو الحسن الشيباني، ودول لهم فضل كبير جدا جدا على فقه الإمام أبو حنيفة، هم الذين دونوا فقه الإمام. هو لم يكتب،
لم يكن كاتبا رحمه الله، إنما الذين كتبوا الفقه مين؟ تلامذته زي مين؟ أحسن تلميذين. هو عنده ثلاثة كبار جدا جدا، أبو يوسف وأبو الحسن الشيباني والأخير زفر. وزفر ده كان عالم قياس لا يشق له غبار، لا يشق، لكنه مات صغيرا. لو إن الشمس طلعت وحاجشته فيها يقنعك إن الدنيا ظلام تصدقه، من القوة العقلية التي أعطاه الله إياه. لكن أبو يوسف كان يفوق بإيه؟ بالنص الشرعي مع القياس العقلي. كان حافظ القرآن وتعلم على إيد الشافع السنة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودول اللي دونوا كتب مين؟ كتب الإمام أبو حنيفة. فزودوا على التعريف معرفة النفس ما لها وما عليها عملا. عملا يبقى أخرجت الاعتقاد وأخرجت علوم الوجدانيات اللي هو الزهد، وأصبح الأمر خاص بالإيه؟ بالفقه. أنتوا فاهمين عليا ولا أنا بتكلم إنجليزي؟ فاهمين عليا؟ أنا بحاول أبسط بقدر ما يعني ما أستطيع يعني. الأمر البسيط خالص خالص، بحاول أعمله بسيط خالص. الإمام الشافعي ليه تعريف آخر، وهذا التعريف المعتمد الآن في كل كتب الفقه التي تقرأها وتريد أن تدرسها. ليه؟ لأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه هو أول من أصل علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه هو علم الدقائق، الكنوز والجواهر اللي تستطيع أن تستنير بها عند الغوص في بحر الشريعة لاستخراج العلوم واحدة تلو الأخرى مع تفصيلها. لذلك هو عرفه تعريف عجيب جدا، قال العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يبقى هذا العلم مش جايبه من عند نفسي، إنما جايبه منين؟ من معين صافي اللي هو الأدلة. استخرجوه منين؟ اكتسبوه منين؟ من كتاب الله وسنة رسول الله وغير ذلك من الأدلة اللي اتفق عليها فقهاء الشريعة اللي هنذكرها إن شاء الله. والعلم هنا هو الإدراك، الفهم المطلق يعني. الفهم المطلق ده قد يكون يقيني، أقيم الصلاة يقيني، وقد يكون ظني، يعني هذا قد يكون صحيح وذلك صحيح، لكن هذا أصح من هذا الظن. الأحكام المقصود في تعريفه العلم بالأحكام، الأحكام المقصود إيه؟ أحكام الكرت القضاء؟ لا، مش أحكام الكرت، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية اللي هي مطلوب ربنا سبحانه وتعالى أن يحققه الناس. مطلوب الشارع، لما نقول الشارع يعني المشرع، اسم فاعل اللي هو المشرع اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. وهو خطاب الله سبحانه وتعالى، الأحكام ده خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين. المكلف يعني البالغ العاقل غير المكره الراشد، يعني بأفعال المكلفين. اقتضاء يعني يجب أن تفعله، أو تخييرا أو وضعا يعني بعدا عن الفعل الحرام. زي إيه بقى المراد بالخطاب ده عند الفقهاء؟ هو إيه الأثر المترتب عليه؟ المراد به لما تسمع كلام ربنا يقول أقيموا الصلاة، معناها إيه؟ وجوب الصلاة، مش كده؟ وجوب أداء الصلاة. تسمع ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يوصلك إيه الأثر المترتب؟ تحريم القتل، تحريم القتل. يقول وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يجي لك إيه؟ إباحة الأكل، مش كده؟ الأثر المترتب على كلام ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما تفهمه اسمه إيه؟ الفقه. مين اللي فهموا؟ الفقهاء. طلعوا منين؟ من الأدلة، من الأدلة، من الأدلة الشرعية المأخوذة من الشرع. لأن في أدلة أخرى، في أحكام حسية مثلا زي الشمس المشرقة، ما أنت شايف، ولو الواحد يعني لا يرى بيحس سلاسة الشمس، مش كده؟ حسية، مظبوط مظبوط. أو الأحكام العقلية، يعني الواحد نصف الاثنين، ولا في حد بيفتي غير كده في أمريكا؟ في طبعا في أمريكا كل حاجة بس والكل أعظم من الجزء، مظبوط. الكل يعني معاك رغيف، واحد تاني معاه نص رغيف، أيهما أعظم أيهما أكبر؟ الرغيف الكامل، صح؟
الأحكام اللغوية أو الوضعية، مثلاً ده الفاعل، هو الفاعل مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ تفكرين؟ مرفوع، ما شاء الله لسه فاكرين. الحمد لله، اللهم لك الحمد، قول الحمد لله. الحمد لله إن الفاعل مرفوع. لما تقرأ في القرآن وتمر على جملة فعلية لازم ترفع الفاعل. طيب ماشي، الفاعل مرفوع. أو نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، مثلا أقول زيد قائم، نسبت إليه القيام، مش كده؟ أو غير قائم، إيجابا يعني قائم وغير وسلبا يعني غير قائم. العملية المتعلقة بالعمل القلبي زي النية، إنما الأعمال أعمال، أعمال بالنيات، مش كده؟ سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. أو غير القلبي، ما يمارسه الإنسان مثل القراءة، سواء قراءة علمية أو قراءة شرعية، أو قراءة شرعية، أو الصلاة ونحوها، زي عمل الجوارح الباطنة والظاهرة، عمل الجوارح بينظر الحرام بينظر الحلال، بيسمع الحلال ويسمعش الحرام، بيتكلم الحلال ويتكلمش الحرام، كل ده مجريات إيه؟ فقهية، مجريات فقهية. العمل منها بقى المقصود منها ما هو نظري، ممكن يكون إيه؟ عمل نظري. إيه نظري ده؟ يعني مثلا يقول لك واحد مسلم وعنده ابن كفر بالله، وجي المسلم مات، هل الوادي الكافر ده يرث؟ لا 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 يرث، لا يرث. ليه؟ انا عارف ماليش دعوه بقانون امريكا، انا بكلمك على قانون الاسلام. ها قانون الاسلام لا يرث، لا يرث ليه؟ لان اختلاف الدين مانع من الارث، اختلاف الدين مانع من الارث. هقول لك حاجه بقى في الفقه مستعجله كده. طيب افرض الصورة بالعكس، افرض واحد غني كافر وابنه أسلم، وقال الغني ده مات، بس دي أحكام خاصة بفقه الأقليات، أحكام خاصة بفقه الأقليات، أحكام خاصة بفقه الإيه؟ يعني إيه الفقه الأقليات؟ يعني المسلمين في الغرب أو المسلمين في الهند، ما هم أقلية، أنا عارف هم 200 مليون، بس الهند 800 مليون واحد بيعبدوا بقرة وبيعبدوا مش عارف ايه، وبيعبدوا فار وبيعبدوا شجرة، ها 800 مليون، فمليار منهم 200 مسلمين، يبقوا أقلية ولا مش أقلية؟ أقلية. إذا كان الأمر بالعكس والأب كافر ومات، المسلم يرث منه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء استقوا منه هذه القاعدة، هذه القاعدة، وده خاص بمين؟ خاص بفقه الأقليات، يعني ما ينفعش فين؟ في بلاد المسلمين، أنا عارف بلاد المسلمين أصلاً ما عندهمش حق، نعم، والزوجة نفس الشيء، والزوجة لها كلام كثير، إن شاء الله، إن شاء الله لما نيجي عندها هقول لك التسع آراء اللي قالهم ابن القيم عن معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وكلام مذهل. مذهل يعني الناس، يعني أنا بخاف أقوله عشان الناس ما تكفرناش، اللي قالوا كلام سيدنا عمر أنا أخاف أقوله للناس العامة، عشان كده احنا عملنا إيه؟ بدأنا واحدة واحدة نعمل مقدمات تستحملونا مرة مع مرة مع مرة، إن شاء الله تنشأ الإيه؟ الملكة البسيطة دي، لما نقول حاجة تقول والله الشيخ ده الراجل إيه؟ إن شاء الله ربنا يأجره خير إن شاء الله. طيب الأحكام العملية الاعتقادية زي أصول الفقه، أصول الفقه اللي هو أصول القواعد العلم، وكذلك أصول الدين زي العلم بأن الله إله واحد سميع وبصير، اسمها علوم اعتقادية، علوم اعتقادية الفقه لا يبحث فيها، ده مع علم الإيه؟ علم التوحيد أو علم العقيدة أو بيسموه علم الكلام، ثلاثة إيه؟ ثلاثة أسماء، لكن طبعا هو علم الايه؟ العقيدة. المكتسب، المكتسب ده ايه؟ هو العلم بالاحكام الشرعية، المكتسب، المكتسب ده صفة لمين؟ العلم، شوف خد بالك من ايدي، العلم بالاحكام الشرعية المكتسب، المكتسب ده صفة لمين؟ للعلم، صفة لمين؟ للعلم. يعني ايه مكتسب؟ يعني استنبط بالنظر والاجتهاد، فهموه ازاي كده؟ بهواهم ولا وفق قواعد؟ قواعد اللي هي القواعد الأصولية، اللي هي القواعد الأصولية. طيب ولما يقول العلم المستنبط المكتسب ده بيطلع علم ربنا،
حاشا لله سبحانه وتعالى، ما جراش حاجة وتعلمها، هو ده هو العلم الكامل، علم أحاطة وانكشاف سبحانه وتعالى، العليم الخبير علام الغيوب سبحانه وتعالى، أو علم الملائكة، علم الملائكة مالوش كتب، ها؟ إنما ربنا علمهم وعلم آدم الأسماء وبعد كده علمهم، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لكن ما دخلوش جامعة وراحوا هارفارد ويو سي ال اي، لا ما راحوش، إنما ده علم إيه؟ علم رباني، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إيه؟ أو علم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أمي صلى الله عليه وسلم، أمي لا يحسن القراءة، لكن علمه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الإيه؟ الوحي. يبقى ليس مكتسبا، ليس المكتسب يعني ايه؟ اجتهاد ويقعد يدرس ويدخل امتحانات ويفهم ويدقق النظر ويعمل مقايسات مفيش الكلام ده، انما بيجي له جبريل يقول له يا محمد قران جديد اقرا واسمع، اسمع واقرا، يسمع ويقرا، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه، مظبوط؟ طيب أو علمنا بالبديهيات أو الضروريات مثلاً زي وجوب الصلوات الخمس، لا تسمى هذه المعلومات فقهاً، لأن كل مسلم يعرف أنه منع، ده غير المسلم بيبقى عارف، غير المسلم بيبقى عارف، يعني يقول لك المسلمين دول حالتهم صعبة، يصلوا كل يوم خمس مرات، ما أعرفش أن دي النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للمسلم، ده تشارج الإيمان أن تكون قريب من الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوة لو لم يعني يلتزم المسلمون بالصلاة بيكون المسلم أبعد ما يكون عن دينه وعن الإسلام، بيبقى سهل جدا أن يسقط وراء الشيطان في درجات الغواية، إنما يحفظ الله سبحانه وتعالى المسلمون بإيه؟ بهذه الصلوات من خلال السويعات التي تمر بين هذه الصلاة وبين تلك الإيه؟ الصلاة، من وضوء ومقابلة إخوة في الله في المسجد، أمور الخير التي تمر علينا. الأدلة التفصيلية معنا ما جاء في القرآن وطلع منها علم المقلد. ايه علم المقلد؟ دايما الناس بتسألني كده، يا شيخ انت لما بتتكلم مثلا وبتقول ان رأي الامام مالك في هذه المسألة يعني احسن من الاراء الاخرى، طب انا شافعي، انا جاي من بلاد الشام وبلاد الشام شوافع، او جاي من بلاد المغرب وبلاد المغرب مالكية، أو جاي من الإخوة اللي هم الباكستان أو الأتراك أو الأفغان، ودول كلهم الدولة العثمانية نشرت الفقه الإيه؟ الحنفي زي ما نشرت قراءة حفص عن عاصم. لما كانت الدولة العثمانية موجودة نشرت الاثنين، وأصبح منتشر في كل العجم بيتبعوا المذهب الحنفي وبيقرأوا بقراءة حفص عن إيه؟ عن عاصم. بنسأله سؤال، يقول لي هو سؤال، يقول لي إيه؟ يقول لي طب أنا شافعي أو أنا مالكي أو أنا حنفي، هل هو مالكي ولا شافعي ولا حنفي؟ لا، هو مقلد، هو مقلد، والمقلد ما لهوش مذهب، مذهبه مذهب إمامه، مذهبه مذهب مين؟ إمامه الذي يصلي بتابع، إنما اللي بيقول أنا صاحب مذهب أو أنا مثلا شافعي أو مالكي يبقى لازم يعرف إيه؟ يعرف أصول المذهب، إيه هي المرتكزات التي ارتكز عليها هذا الإمام في استنباطه من القرآن والسنة هذه الأحكام وأعطاها للناس، حد يعرفه؟ يبقى ملوش هذا، اللي يعرفها مين؟ يعرفها الفقيه، الفقيه، والفقيه ده درجات إن شاء الله سنذكرها، يعني سنذكرها. وأصبح الآن كما يقول الإمام الزركشي في التعريف، هو معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا على مذهب من المذاهب. الناس إحنا ذكرنا الكلام ده قبل ذلك، قلنا الناس يقول لك إحنا عايزين إسلام بلا مذاهب، نرجع للإيه؟ للفقه الحديثي فقط. طيب هنرجع للفقه الحديثي، الذي يقول هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يشرح هذا الحديث، الكلمات في اللغة العربية تحتمل معاني كثيرة، صح ولا مش صح؟ طيب إذا اخترت حضرتك معنى معين أليس هذا مذهبا لحضرتك؟ صح ولا إيه؟ يبقى ليه تنكر على أصحاب المذاهب؟ فهمت ولا العيد؟ فهمت مش كده؟ طيب اتفهمت. طيب موضوع الفقه، الموضوع اللي بتحدث فيه الفقه الآن، احنا طلعنا الفقه من الفهم الشامل للشريعة الإسلامية إلى الفقه المتخصص في الإيه؟ في الأحكام، معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا على مذهب من المذاهب. إيه موضوع أفعال المكلفين؟ من أول ما بيبدأ الملائكة يكتبوا يبقى الإنسان مكلف،
من حيث مطالبتهم بها زي الصلاة، يصلي إما فعلا زي الصلاة وأداء الزكاة، أو تركا زي الغصب يأخذ حاجة من الناس بالإكراه، أو تخييرا زي الأكل الحلال يأكل من هذا أو من تلك. المكلفون كما قلنا هم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية المخاطبين بكلام ربنا سبحانه وتعالى. إيه خصائص الفقه؟ إيه أهم ميزات الفقه؟ الفقه هو الجانب العملي من الشريعة، الجانب العملي من الشريعة. تفتكروا كلام السيدة عائشة لما سئلت على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إيه؟ كان خلقه القرآن، وفي رواية أخرى كان قرآنا يمشي على الأرض. عمل النبي صلى الله عليه وسلم استخرج القرآن ما بين دفتي المصحف وعملوا إيه؟ عملوا سلوك في الناس. تعرف زي إيه؟ يعني ما مع الفارق الكبير يعني صلى الله عليه وسلم وحاشاه. انت عارف المخرج، المخرج بيجي له ورق مكتوب مش كده؟ الورق المكتوب ده بيعمل ايه؟ يقول اه فلان ده ينفع دور البطل، وفلان ده ينفع دور الايه اللي هو اسمه ايه الكومبارس، وده ينفع دور مساعد، وده ينفع دور مساعد. وبعدين يقعد ويقعد يزعقه ومش عارف كلاكيت 8000 مره ويخبطه عشان يعملوا ايه؟ يطلعوا الورق المكتوب الى ايه؟ الى شخوص متحركة، الى شخوص متحركة، الى شخوص. خليك معايا، سيبهم سيبهم يلعبوا، خليهم يلعبوا، خليهم يلعبوا، خليهم يلعبوا يا اخي، سكي. يحركوهم الى شخوص ايه؟ الى شخوص متحركة. يبقى عمل ايه؟ خرج الكلمات المكتوبة ويعملها شخوص ايه؟ متحركة. عشان كده تسمى ايه؟ مخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج القرآن ما بين دفتيه، بين الجلدتين يعني، فأصبح ايه؟ قرآنا ها يمشي على. فهمت دي؟ اتفهمت الحمد لله. هو الجانب العملي من الشريعة، يعني كل ما شرع ربنا سبحانه وتعالى من الأحكام، ده خصائص الفقه سواء بالقرآن أو السنة. ما تعلق بكيفية الاعتقاد اللي بيختص به علم التوحيد أو العقيدة، أو بكيفية العمل بيختص به، كيفية العمل يختص به مين؟ علم الفقه. طب متى بدأ علم الفقه ده؟ نشأ بالتدريج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة. كانوا بروح يسألوه في سورة البقرة، كم يسألونك؟ يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط. كل هذه أسئلة، أسئلة فقهية مش كده؟ أسئلة فقهية. وفي عصر الصحابة وظهور المبكر بين الصحابة بسبب الحاجة الماسة إلى معرفة أحكام الوقائع الجديدة، أصبح المسلمون يخرجوا من مكة من مدينة ومن شبه جزيرة العرب إلى بلاد أخرى، وبتجيلهم حوادث جديدة، وقائع جديدة، وعايزين يعرفوا يعرفوا الأحكام اللي فيها. فبدأ إيه؟ ظلت الحاجة إلى الفقه قائمة عشان تنظم علاقات الناس الاجتماعية، معرفة الحقوق والواجبات لكل إنسان، كل واحد، وكمان تعمل إيفاء المصالح المتجددة عشان توصل الناس إلى إيه؟ إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، بدفع المفاسد والمضار وبعدها المتأصلة عند الناس أو الطارئة تبعدها عنه. الفقه الإسلامي هذا ليه مزايا كبيرة جدا عندما تقارنه بالفقه الوضعي. الفقه الوضعي اللي بيسموه القوانين في زماننا، أصحيح القوانين يعني بياخدوا من الفقه الإسلامي كثير قوي. ولو بحثت في القوانين الأمريكية المدنية هتجد 80% منهم منقول من الفقه البولوني، والفقه البولوني دي مقطعة في ألمانيا، منقول من مختصر سيدي خليل على شرح مختصر الدردير للإمام مالك. 80% عشان كده عندهم عدل، 80% من الفقه المدني اللي بيتحكموا به هنا مش بياخدوه عشان الإسلام، لا، هو شايفين فيه العدل، شايفين فيه العدل. بينما أمة الإسلام واخدين فقه الايه؟ الفرنسي، بلاد المسلمين بتحكم بالفقه الايه؟ الفرنسي. هذه مشكلة كبيرة جدا يعني، مشكلة كبيرة جدا. حتى من يدعي فيهم أنه بيطبقوا الإسلام بلا روح،
طبقوا الاسلام الشكل، ازاي تلبس جلابيه وازاي تحط سواك في بقك وازاي تحط الريحه بتاعت الاموات دي تخلي الناس تبعد عنك. ها هذا هو يعني، هذا هو الواقع. انت بتضحك، انت انت مصدق كلامي عشان كده بتضحك، صح ولا ايه؟ بالله عليك تقدر تشم الريحه دي؟ والله بتهرب، والله يا اخي تهرب. هذا ليس دين يا جماعه، الدين روح، الدين روح، الدين روح. طيب اولا بيمتاز الفقه الاسلامي ان اساسه الوحي، اساسه الوحي، بيتميز عن القوانين الوضعيه. قانون الوضعيه ده صنع الناس، وعشان كده كل حاكم بيجي بيعمل ايه؟ بيغير. شفت ابو جهل اول ما مسك قال لك ايه؟ الانشورنس، اوباما انشورنس لا بد نلغي، صح؟ كلهم كده، اي حد بيجي حتى لو الامر صح، حقد، حسد، غل، المهم عايز يثبت ان هو ايه؟ ذو شخصيه. هذا فقه الناس، هذه قوانين الناس. انما الله سبحانه وتعالى اساس الوحي الالهي متمثل في وحي من عند ربنا، قانون الالهي، قران وسنه. شوف قران وسنه تبع الناس، لان كل جماعه من الناس لو اخترع قوانين هيعملوا قوانين في مصلحتهم ضد جماعه اخرين. انما لما ربنا العليم الخبير اللطيف العليم بخلقه بينزل قانون لمصلحه الايه؟ البشر اجمعين سبحانه وتعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف، يعرف دقائق الامور مع الرفق والرحمه سبحانه، خبير سبحانه وتعالى جل في علاه. المصدرين القران والسنه، كل مجتهد مقيد في استنباطه بالاحكام الشرعيه بنصوص هذين المصدرين، هذين المصدرين اللي هما النبع الصافي القران والسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتفرع عنه مباشره اللي بترشد الى روح الشريعه زي الاجماع وزي القياس وزي الاستحسان، حاجه اسمها مقاصد الشريعه. مقاصد يعني ربنا عايز ايه؟ يعني انا بصلي، ربنا امرنا نصلي، انا صليت، لكن الصلاه انعكاسها عليا ايه؟ ايه المقصد من الصلاه؟ وربنا بيعذبنا، بيجيبنا كل شويه نروح نتوضا وتقوم الساعه 5 والناس نايمين والنوم لذيذ في الوقت ده، وتيجي تصلي الفجر، تيجي تصلي الفجر ربنا بيعذب الناس؟ لا حاشاه سبحانه وتعالى، حاشاه، لكن بيأدب النفس. تعمل عمل فقهي عشان يكون لي منعكس ايه؟ مقاصدي في الايه؟ في سلوك الناس، في سلوك الناس. العجيب بقى ان الوحي الالهي ده اكتمل، القوانين البشريه ما اكتملتش. كل ما يمسك واحد، يعني النهارده الريبابليك كان مسكين، المره الجايه ممكن تيجي الديمقراطيه فينقضوا كل القوانين، يمسكوا شويه يجي الريبابليك تاني ينقض القوانين، مش كده؟ هكذا هكذا اهو. طبعا بلد العربيه فيها الحاكم بامر الله، مش كده؟ الملهم اللي بينزل عليه الوحل باللام، الف لام واو حاء لام، مش كده؟ اللي بيجي على مزاجه بيعمله، على مزاجه بيعمله. ها وبيقولوا انهم بلاد مسلمه، ربنا يهدي المسلمين ويخرج قاده طيبين يعرفوا الاسلام يدوروا مع القران حيث دار. اللهم امين يا رب، اللهم امين. بينما الوحي الالهي مكتمل خلاص، قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. سبحان الله، هذا من هذه الايه، جزء من الايه، من عظائم النعم. لم يبقى بعد اذن الا التطبيق، والتطبيق ده بيكون ايه؟ وفق المصالح البشريه، عشان كده بيكون الفقه متجدد. ليه؟ لان كل جيل مختلف عن جيل اخر. انا استمعت للامام الشافعي لما كان قاعد في بغداد عمل فقه، ولما راح مصر عمل فقه اخر، فقالوا له مالك انت بتحلل وتحرم؟ لا ما قالوش كده، كانوا بيفهموا، انما يقول لك هذا فتواه في القديم وهذا فتواه في الايه؟ في الجديد، ولكل منهما مستند من كتاب الله وسنة رسول الله وفق المقاصد الشرعية التي يريدها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهمت يا جماعة؟ اثنين، الفقه الإسلامي بيمتاز انه شامل لكل متطلبات الحياة. هات لي اي محكمة على ظهر الأرض، حتى السبريم كورت اللي هي اعلى محكمة عندهم، بتعمل ايه؟ بيجي لهم قضايا بتعتبر هذه القضية أول مرة فيكتبوها قانون. أمال ترزية القوانين اللي قاعدين في الكونجرس دول بيعملوا إيه؟ لأن في مسائل متجددة، المسائل المتجددة هذه بيعملوا إيه؟ بيطلعوا لها قوانين جديدة. بينما الإسلام لا لا لا، الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى الأمر مختلف. شمولية الفقه الإيه؟ الإسلامي لكل متطلبات الحياة. إزاي يعني؟ بيتناول
علاقة الإنسان الثلاثي. العلاقة الأولى علاقة الفرد بربه، إزاي تحسن علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، وعلاقة الفرد بنفسه يكون إنسان محترم في ذاته، صاحب أخلاق في إيه في ذاته، صاحب ثقافة، صاحب علم، يعيش في الأرض ليه مكانة كبيرة جدا بين الإيه بين الناس، لأن المسلم كده المفترض من المسلم كده يكون كشاب في عيون الإيه في عيون الخلق. وعلاقته بمجتمع، المجتمع ده بقى في القريب وفي البعيد، في المسلم وفي غير المسلم، وفي المسالم وفي المحارب، في المحب وفي الكاره، كيف تتعامل مع هؤلاء الناس، كل ذلك بالتفصيل في القرآن وفي السنة النبوية. مش كده بس، بل إن شمولية الفقه الإسلامي مش للدنيا بس، ده للدنيا والآخرة. للدنيا، انتبه عشان لما نيجي نفصل بين القاضي وبين المفتي هنحتاج الأمر ده، لما نيجي نفصل بين القاضي والمفتي هنحتاج الكلام اللي احنا بنقوله ده. شمولية أو شمول الفقه الإسلامي لكل متطلبات الحياة ليس بس في الايه في العلاقات الثلاث وفقط مطورة في الدنيا، لا، دنيا وآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. معنى كده إن الإسلام دين ودولة، دين ودولة، ما تقولش زي المنتكسين لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هؤلاء كذبون، هؤلاء أكذب خلق الله، أكذب خلق الله. وإلا شلونا بقى الآيات التي تكلمت في السياسة الشرعية في القرآن الكريم، شلوها من القرآن الكريم، دين ودولة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة الإسلامية، والذي خلفه أعظم الناس إيمانا بعده أبو بكر، ثم الذي خلفه أعظم الناس إيمانا بعد أبو بكر عمر، ثم بعد ذلك عثمان، ثم علي، وهكذا وهكذا. وعلاقة قلنا الإسلام دين ودولة عام للبشرية وخالد إلى يوم القيامة إن شاء الله، أحكامه كلها متصلة ببعضها، يعني عقيدتك بينتج عنها عبادتك. أنت مؤمن بالله، مؤمن بالله يبقى بتحب ربنا، يبقى بتحب تنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، وبينتج عنها إيه؟ بتسمع كلامه في المعاملات مع الخلق، في البيع والشراء، في الزواج والطلاق، في الميراث، في كل شيء، في كل شيء. الأمر ده الفقه الإسلامي بيعمل حاجة مهمة جدا، بيوقظ الضمير. في التسعينات الكهرباء قطعت في نيويورك، القوانين قوية جدا جدا، صح؟ مظبوط. لما الكهرباء قطعت في نيويورك إيه اللي حصل؟ كل المحلات اتسرقت، صح ولا مش صح؟ كلها اتسرقت. فين يقظة الضمير هنا؟ في الخوف من القانون، مظبوط، الخوف من القانون. يبقى سايق والسبيد ليميت 40، يبص يمين شمال مفيش حد شايفه، يجي عاملها 50، يكون سايق على الفري واي ومعاه واحد، والخط بتاع اللي هو الكربون ما ينفعش يدخل لانه عامله زي الجدار، لو دخل هيدفع مش عارف قد ايه فلوس، فلوس كتير. يقول له بص كده في حد طلع كده، في بوليس، مفيش بوليس، ومن غير ما يدي اشاره بشو يجي داخل، صح؟ ده بيعمله ليه؟ لان مفيش ضمير. انما انا وانت عندي مراقب، وهو مين؟ الله، الله سبحانه وتعالى. ده الفقه الاسلامي، هو ده الفقه الاسلامي. انا وانت ممكن نضحك على الناس كلها، لكن ما اقدرش اضحك على ربنا، ممكن اخدع الناس، لكن عند ربنا احصاه الله ونسوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. يبقى بينما عند الانسان يقظة الضمير، الشعور بالواجب، مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، احترام الحقوق، زي انت ما انت عايز تكون محترم لازم تحترم الناس، لازم تحترم نفسك وتحترم حقوق الآخرين. غاية الرضا والطمأنينة في الإيمان، في الإيمان بيأتي بالسعادة والاستقرار وتنظيم الحياة الخاصة والعامة وإسعاد البشرية كلها، سعادة البشرية كلها. هذا الذي يخاف منه أعداء الإسلام، اللي هو نقل الإسلام خارج الإيه؟ خارج المساجد، خارج في السلوك، هذا الذي يخاف منه كل عدو للإسلام. من أجل ذلك كانت الأحكام العملية في الفقه هي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال، أفعال، عقود، تصرفات، وده بتشمل حاجتين، أحكام العبادات، والتاني أحكام المعاملات.
إيه أحكام العبادات؟ أحكام العبادات اللي هي الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، النذر، اليمين، كل ذلك ما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه. ودي وردت في القرآن الكريم في آيات العبادات حوالي 140 آية في القرآن الكريم. القرآن 6000 وشوية كمان، 140 آية. اثنين، أحكام المعاملات. إيه أحكام المعاملات ده؟ العقود، التصرفات المالية أو العقوبات، والعقوبات والجنايات والضمانات وغيرها، بيقصد بها تنظيم العلاقات الناس بعضهم ببعض. دمك ومالك وعرضك حرام، مش كده؟ على أي حد عشان تعيش في أمان، سواء كانوا أفراد أو جماعات. وبكده بتتفرع الأحكام، هذه أحكام المعاملات. إلى في بلاد المسلمين بيسموا علاقة الزواج والطلاق والمواريث والأمور دي يسموها أحكام الأحوال الشخصية، الأحوال الإيه؟ ودي اللي فاضلة لسه بيطبقوا فيها الشريعة الإسلامية بس في بلاد المسلمين. ده اللي فاضل من إيه؟ من أحكام الإسلام هناك، اللي هو أحكام الأسرة من حيث بداية التكوين إزاي يتجوزوا، وحتى النهاية اللي هو من الطلاق أو النسب أو النفقة أو الميراث. وبيقصد بها التنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم بإيه؟ ببعض. ده متفرعة من أحكام الإيه؟ المعاملات. الأحكام المدنية تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلتهم، بيع، إجارة اللي هو الكراء يعني، الرهن، الكفالة، الشركات، المداينة، الوفاء بالالتزام. بيقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية عشان يحفظ حق المستحق. وقد ورد في القرآن الكريم في نحو 70 آية، 70 آية. وأطول آية في القرآن الكريم هي آية الإيه؟ تتحدث عن الأمور المالية، آية الدين. الأحكام الجنائية تتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم، أي جريمة يعمل ما يستحق عليها من عقوبات. القصد من هذه الأحكام إيه؟ حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وعلاقة المجني عليه بالجاني وبالأمة كلها، وضبط الأمن. ورد في القرآن الكريم في المجموعة الجنائية أكثر أو حوالي 30 آية في القرآن الكريم، 30 آية غير الأحاديث طبعا، لأن الأحاديث بتفسر للإيه؟ مفسرة للقرآن الكريم. أحكام المرافعات والإجراءات المدنية والجنائية في التحقيق، في سير التحقيق، في سير التحقيق التي تتعلق بالقضاء والدعوة، طرق الإثبات زي الشهادة واليمين والقرائن. بيقصد بها تنظيم الإجراءات، كيف نقيم العدالة بين الناس، كيف تكون عندنا محاكم، كيف هيئة المحكمة، كيف يحكموا. ورد في القضاء والشهادة ما يتعلق بها في القرآن نحو 20 آية في القرآن الكريم. عندنا أحكام دستورية، تعرفين الدستور ده بقى عالم القانون، مش كده؟ أحكام ثابتة لا تتغير، لا تتغير. ودي اللي وقفت ترامب في حكاية الجماعة المهاجرين، مش كده؟ عندنا أحكام دستورية تتعلق بنظام الحكم، أصوله، أصول الحكم. يقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، فرد من أفراد الأمة، فرد من أفراد. أنا عمل أي قانون مخالف بيوقف الدستور. أنا عارف بلاد المسلمين لا، بيعمل ما شاء هو وعيلته، هو وعيلته وخدمه وعسكره وبيعملوا ما عايزينه يعني. مع أن ده مش ده الإسلام، الإسلام غير ذلك. الإسلام قال الرجل عمر، لما عمر يعني قال لهم يعني لو شفتم مني شيء مخالف للدين فأوقفوني، قال والله لنوقفنك بهذا بالسيف. رفع السيف في المسجد وقال له والله نوقفك بالسيف ده. فواحد قال له تعمل كده الأمير المؤمنين؟ قال له دعوه، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. ربك حد يقدر يقول كده؟ ده بيحكمك على المحتمل في التفكير، مش كده؟ يقول لك أنا شايفك كده بتفكر، وأنا ما بحبش المفكرين، أنا بحب الشعوب اللي بتقول ولا الضالين أمين وخلاص. يبقى روح عند ال عند خالتك. سبحان الله يا أخي، سبحان الله. والله والله شر البلية ما يضحك. ربنا سبحانه وتعالى يصلح أمور المسلمين يا رب. آمين. اللهم آمين. الأحكام الدستورية تتعلق بنظام الحكم، أصوله،
بيقصد بقى تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، تقرير مال الأفراد والجماعات من حقوق ما عليهم من واجبات. إذا كان لك حق أنت عليك واجب، تؤدي واجبك وتطلب حقك، مش تأخذ الحق وتتقاعس عن الواجب، لا، لابد من الأمرين. كذلك الفقه الإسلامي بيتميز في المعاملات بالأحكام الدولية، سورة براءة كلها بتميز هذا الأمر، علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول المسلمة في حالات السلم والحرب، وعلاقة الدولة المسلمة أو الأفراد المسلمين مع غير المسلمين، سواء مواطنين في الدولة اللي هم الذميين بأحكامهم، أو المعاهدين في دول أخرى، أو تحديد علاقة الجهاد فيما بيننا وبين الإيه؟ وبين هذه الدول المعتدية. وبيقصد بها تحديد نوع العلاقة القائم على الاحترام المتبادل بين الدول. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للمقوقس، وأرسل لكسرى، وأرسل لمين؟ لقيصر، مش كده؟ بالطريقة الاحترام المتبادل. فلما تجرأوا أرسل الجيوش. هذا هو علاقات محددة في القرآن الكريم. كذلك في المعاملات الأحكام الاقتصادية والمالية تتعلق بحقوق الأفراد والالتزام في نظام المال. خلينا بقى إيه عشان الوقت، خلينا نسرح كده عشان نخلص السؤال اللي احنا بدأنا به، اللي هو مفهوم الفقه وخصائص الفقه الإسلامي. خصائص الفقه الأخلاق والأداب اللي بتشيع بين الناس روح التراحم، التراحم والتحاب والأداب العامة التي بين الناس. وكان سبب اتساء الفقه وما جاء في السنة في الأحاديث الكثيرة من باب، في أي باب، في كل باب من هذه الأبواب تسعى الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم له وقائع كثيرة وأحاديث كثيرة في ذلك. ثلاثة، اتصاف الفقه الإسلامي بالصفة الدينية حلاً وحرمة. حلاً وحرمة يعني لو أنت خالفت القانون يبقى أنت مخالف القانون، مش حرام، مش كده؟ عندهم مش حرام، مظبوط؟ يعني مثلا عندهم بيع المخدرات حلال، تمام؟ المخدرات عندنا في الشريعة ايه؟ حرام، مش كده؟ عندنا في الشريعة لو واحد ساق مثلا بطريقة سرعة زائدة، هل هذا حرام؟ إذا كان فيه ضرر للناس هيبقى حرام، إذا ما كانش فيه ضرر ومسك الكبوس هديك برضو زكت، صح؟ يبقى اسمه ايه؟ اسمه مخالفة قانون، لكن ما فيهوش علة الحرمة، إنما مخالفة الشريعة فيها الايه؟ الحرمة. فالحرمة بإيه؟ حكمه في الشريعة الإسلامية بيعمل إيه؟ يقول لك لا لا، انتبه انتبه، الفكرة عندنا قائمة على حلال وحرام. ده بيؤدي إلى اتصاف الأحكام المعاملات بوصفين، واحد دنيوي اللي هو فعل الظاهر اللي عمله الناس، تصرف ده غلط، مش كده؟ لكن خد بالك في القوانين التصرف دنيوي بس، ظاهر بس، إنما في الإسلام والباطني كمان، الباطني كمان في إيه؟ حساب عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. ما لكم توبة. والحكم القضائي، القاضي يحكم بما هو مستطاع، حكمه لا يجعل الباطل حق. يعني انت بتعرف تتكلم كويس وعندك محامين ودفع فلوس كويس، زي اللي كان بيلعب باسكت بيقول وقت مراته وطلعوه المحامين، صح؟ اسمه ايه؟ ما اعرفش اسمه، زي ما قال اخونا كده. طلعوه هو قاتل، هذا برأه أمام القانون، لكن هل هذا يبرئه أمام الله؟ لا 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 لا، احنا قلنا دنيوي وأخروي، ظاهري وباطني، ده ايه الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي. هل الحكم القضائي يحل الحرام ويحرم الحلال؟ اه ممكن، ممكن ممكن وفق الوقائع، لكن الحكم الشرعي لا، لازم يكون وفق الشريعة، وفق الشريعة. مع ان الواقع بيقول ان القضاء ملزم والفتوى غير ملزمة، صح ولا لا؟ يعني انت لو استفتنت وما عجبكش الرد بتاعي تقول ان شاء الله عند غيرك يا عم الشيخ، انا رحت لواحد تاني كده حللها لي قال لي صلي من غير وضوء. يعني صلى على النبي، يعني صلى الله عليه وسلم، مش حاجه ثانيه. ممكن في ناس كده بيجي لك، في ناس بتجي لك باسئله وعايز اجوبه خاصه، عايز اجابه خاصه في دماغه هو. وممكن تسمع منه حاجات يعني سبحان الله عجيبه جدا. الحكم الاخرى بينبني على ايه؟ على حقيقه الشيء والواقع. احنا دايما بنفتي الناس بما يخرج من ايه؟ مع شيء من الخبره، شيء من الخبره اللي هي الفقه، مش كده؟ اللي هي الوقائع المتكرره مره بعد مره بينتج عنها الملكه،
الفقهية اللي احنا ذكرناها في أول الكلام. ولذلك الحكم الدياني اللي هو الرباني يعني مختلف تماما عن الحكم الدنيا والقضائي. الفتوى هي الإخبار عن الحكم الشرعي من غير إلزام. الحكم الشرعي هذا الفعل خطأ يبقى دنيوي، وخطأ كمان إيه؟ أخراوي. القضاء قد يكون إيه؟ بيكون إيه؟ دنيوي فقط، دنيوي فقط. سبب المنشأ في الكلام ده، منشأ هذه التفرقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معروف مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة، قال إنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم، ما بيعرفش الغيب. القرآن في سورة الأعراف قال ولو كنت أعلم الغيب، لو حرف امتناع الجواب لامتنع الطلب، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أنا ما أعرفش الغيب، فقال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بيعرف يظبط الكلام. مش العرب يقولوا الكذب المساوي أحسن من الصدق المتبعثر؟ مش يقولوا كده؟ لا، أمام القضاء بيعملوا كده، بيكذب كذب مساوي، ألحن بحجته من بعض، فأخذي له على نحو ما أسمع، أنا بدخلش جوا قلبك، أنا بقدر أبدو ما إيه؟ بما أسمع بالظاهر، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. بيحكم له وفق الوقائع اللي قدامه، الشواهد اللي قدامه، لكن هو عارف إنه بيكذب على الله، بيتجرأ على إيه؟ على رسول الله وعلى دين الإسلام. لا خد بالك، أنت خدت قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. اتفهم الأمر ده؟ هنا بتظهر التفرقة بين المفتي وبين القاضي. المفتي بيفتي للدنيا والآخرة، إنما القاضي بيفتي للإيه؟ للدنيا فقط. وفي فرق مهم جدا، أنت عارف القاضي عنده عساكر، هو القاضي قوة تشريعية وعنده قوة تنفيذية، مظبوط؟ بيروح العساكر ينفذوا القضاء، لما بيجيبوا واحد حكم قضائي بيطردوا واحد من البيت بيجيبوا العساكر يطلعوه، مش كده؟ إنما المفتي حكمه غير ملزم، ممكن أقول له زي ما قلت لك كده مش عاجبني حكمك، هذا الأمر موجود يعني. طبعا ارتباط الفقه بالأخلاق غير القانون الوضعي، القانون الوضعي ما فيهوش أخلاق، قال لك خليهم يبيعوا مخدرات عشان ناخدوا ضرايب، إيه أخلاق هذه؟ أعظم نعمة ربنا ميز بها الناس نعمة العقل، والناس اللي بيروحوا جهنم بسبب عدم استعمال العقل هم بيخربوه. مش وقال ربنا في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ هذه مشكلة كبيرة جدا جدا عند الناس. الجزاء على المخالفة دنيوي وأخروي، الفقه الإسلامي اللي بيخالفه بيجازى دنيا وبيجازى إيه؟ آخر. الدنيا إما بالحدود عند تطبيق الإسلام أو حاجة اسمها التعزير، التعزير إذا دفعوا فلوس يسجنوا يغربوا كده يعني. هذه الأمور غير إذا تاب، طبعا تاب الله على، إذا لم يتب يتعاقب في الآخرة. الناس في الفقه، في الفقه جماعية مش فردية. أنت لما تقرأ الفاتحة بتقول اهدينا مش اهديني، يعني الإيه؟ يعني الفقه المقاصدي بينظر لمصلحة الجماعة وليس لمصلحة الفرد، وليس مصلحة الإيه؟ الفرد. فلا تبغى مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ولا يبغى مصلحة الفرد على مصلحة الإيه؟ الجماعة، وفق القواعد المقررة في حديث رسول الله لا ضرر ولا ضرار، والقواعد المقررة يدفع أكبر الضررين بالأخف منهما. هذه أمور كلها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أمثلة كثيرة. مثال ذلك عشان الناس تفهم القاعدة هذه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من سعد بن أبي وقاص أن يأخذ منه أكثر من الثلث في الوصية، مش كده؟ قال له أنا تبرأت بكل مالي وصية، قال له لا لا لا، قال له النصف، قال له النصف كثير، قال له الثلث، قال له الثلث، والثلث كثير وخلاص. بس ليه؟ عشان ما يضيعش حق الايه؟ الورثه، لا ضرر ولا ايه؟ ولا ضرار، عشان ما يضيعش حق اولاده. الفقه صالح للبقاء والتطبيق والدائم، لان الحوادث مختلفه في الازمنه والامكنه، واحنا ضربنا مثال بفقه الامام الشافعي في بغداد وفي ايه؟ في مصر. الغايه من الفقه اللي احنا بنقول هذا الكلام، الغايه من مقوله هذا الكلام، ان احنا بنفيد الإفادة الكاملة للناس عشان يفهموا الفقه الإسلامي. ولو أن الفقهاء، كثير من الفقهاء فعلوا ذلك، فعلوا الفقه بمثابة قوانين، ما على الحكام إلا أن يأخذوه ليطبقوه في بلاد المسلمين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي المسلمين أجمعين، وأن يخرج من بيننا حاكما ربانيا يقود الناس إلى القرآن ويحكم بشريعة الإسلام. اللهم آمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.